أعزائي المشاهدين الحلوين الطعمين، أهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكملة بأسرنا الحلوين اللي منورنا من امبارح. عندنا أسرة من الغردقة، أفكركم بيهم بقى، الأستاذة فيكي، فيرونيكا، جيسي، جيسيكا، ومامتهم هالة، وباباهم رامز، وعندنا الأستاذ حموزي حمزة، ومعاه صديقته الأستاذة لينا، ومعاه مامته الأستاذة نشوة، وباباهم طارق. والأسرة دي من القاهرة عادي. عندنا بقى من امبارح مسابقات وحركات وحاجات عمالة تحصل، تعالوا نشوف هنعمل إيه النهاردة وهنكمل تحديات إزاي. بس قبل أي حاجة نفتكر مع بعض حصل إيه امبارح. أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلتنا السعيدة. ريدي ستيدي جو. أنا عاصمة البحرين. من الغردقة. عاصمة كينيا. نيروبي. حكايتنا النهاردة هروح فيها المكان مش كتير من أصحابي يعرفوه أو زاروه. حمزة، الفريق الأصفر ينتصر. لعبة بقى من ألعاب بابا وماما اللي كلنا بنحبها، والنهاردة قررنا أن الماماهات هم اللي واقفين بيفرقعوا، فنشوف بقى الأبهات برضو شاطرين في اللعبة دي ولا لأ. أوتوبيس كومبلي كله عارفها؟ طب كله يرفع البالونة فوق راسه؟ أيوة. امسكوا بقى، بصوا بقى عشان إيه؟ امسكوا البالونة بالظبط، امسكوها من الطرف. شاطرة زي جيسيكا، زي جيسيكا. أيوة، عشان لما نيجي نفرقع محدش يحصل حاجة. أوكي؟ نبتدي على طول بفيرونيكا. وقفي عند فيرونيكا يا ماما. عايزة بنت بحرف البي. خمسة، أربعة، بدري كده، تلاتة، اتنين، ماما جهزي، واحد، يا ماما فرقعي. اهدى اهدى، ده أنا ما قلتش حاجة لسه. ماشي ماما، اقفي عند حمزة. عايزة بنت بحرف الجيم. خمسة. جميلة. جميلة، برافو. عايزة ولد بحرف الدال. خمسة. أربعة. دال. ايه؟ تلاتة. ده. اتنين. ايه؟ ادم. واحد. فرقعي يا ماما، انت لسه بدا. يا ماما انت خايفه تفرقعي، خايفه تفرقعي. ماشي اوكي. ولد بحرف الجيم. جميل. جميل، الله. بلد بحرف الالف. استراليا. استراليا. بلد بحرف السين. خمسة، أربعة، ينفع؟ تلاتة. سوريا. سوريا. يا رب. يا رب. ماشي اوكي. مين اللي قال اسكندرية؟ يا بنتي اسكندرية ايه؟ ادم. واسكندرية بتاعت ادم. معلش اوكي. بابا، أكلة بحرف الدال. خمسة، أربعة، تلاتة. الأسرة بتضيع مني. اتنين، واحد. يا ماما فرقعي، انتي لسه هتتفرجي. ايه يا ماما انتي خايفة؟ الله. درة، دنش، اي دو، اي حاجة، دور اي حاجة يا قولي اكلة. يلا بينا. ماشي حمزة، نشوف بقى من الاسرة دي مين هيفوز. كله لسه ما لسه مستمر، الاسرة فايزة لوحدها. مين بقى من الاسرة دي؟ حمزة قولي بنت بحرف الكاف. خمسة. كارما. كارما. لينا قولي لي بلد بحرف الالف. خمسة، أربعة، تلاتة، اتنين. ده أكتر البلاد بحرف الالف. واحد. يلا يا طنط. أوكرانيا. أيوة كده. ماشي. أوكرانيا يعني. أي حاجة. بابا قولي أكلة بحرف الطاء. خمسة. ترشي. ترشي، برافو. حمزة قول لي بلد بحرف الب. خمسة، أربعة، تلاتة. بلادي. إيه؟ بلادي. بلادي، لك حبي وفؤادي. اتنين، واحد. فرقعي يا ماما. بابا اللي كسب بالحظ طبعا، عشان الباقي اللي ما جاوبوش بسرعه مش اكتر. عشان برضو ايه، جو الاب برضو هو اللي كسب في الاخر. يلا نكمل بقيه العابنا ونشوف عندنا ايه تاني.
عندنا بقى اللعبة تانية من ألعاب بابا وماما الحلوة، وإحنا عاملين لها شوية موديفيكيشنز كده في 2022. الأولى مين هيبتدي؟ فريق الأحمر. يلا يا أستاذة فيرونيكا، إحنا مسهلينها عليكوا قوي، إحنا كنا زمان الموضوع أصعب من كده. أنتِ بس هتسكيبي الرقم اللي هتقفي عليه. يلا يا يا حلوة، يلا برافو برافو. إيه ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ ماشي يلا هعديها لك، عدي برافو فيرونيكا. يلا يا جيسي شيلي دي وارميها تاني. يلا عالرابعة. كل ده برجل واحدة. يلا ايوه 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 معلش. يلا يا بابا مسهلينها عليك، لا هتوطي ولا هتجيب ولا هتعمل حاجة، هتقع بس بالظبط. هنقول انها اتنين. يلا ها برافو يا بابا، والله برافو. الله الله، شايفين بابا كان لعيب ازاي يا اولاد، كان حريف في اللعبه. برافو يا بابا، ماشي حلو قوي. نسقف بابا، بابا عدى يا جماعه. يلا يا لينا بقى خليك في الاخر يا بابا. يلا يا لينا، لا من الناحيه الثانيه يا لينا. ايه ده بتعملي ايه؟ ايه يا لينا هنكتي ليه؟ يلا عتمنا، مش هتدوسي عتمنا برجليكي الاثنين. يلا واحد اثنين ثلاثة برافو. ايوه شاطرة. رحتي فين؟ رحتي فين؟ خشي برجل واحدة. ماشي. شاطرة يا لينا. هعديها لك يا لينا واقول ان انت كسبتي. يلا. يلا يا حمزة. خد الصف. بنلعب بقى في رحلة، احنا في رحلة. خلينا فريش. خلينا فريش، احنا في رحلة. يلا. ايه يا حمزة؟ مش هعرف اعدي لك حاجة. اعملها تاني. يلا خدها ماما. يا حمزة يلا. يا الحمد لله برضو حمزه نشن على رقم يا حمزه يا حبيبي. يلا بالراحه احذفها بالراحه على الرابعه، مش هتدوس على رجليك الاثنين، تفضل برجل واحد لغايه الاخر، وبعدين ما تطلعش من الاخر زي لينا، هتلف برجليك الاثنين وترجع لرجل واحد. يلا واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية ماشي. يلا ستة خمسة ثلاثة اثنين واحد برافو حمزة. يلا يا بابا. يلا يا بابا. ايوه ايه بجد يا بابا؟ ماشي ذكي قوي بابا. يلا ايوه يلا ماشي. يا سلام بابا شاطر قوي وناصح قوي 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 كده. يبقى انتوا كلكم عديتوا صح كده، وانتوا هنا ايه جيسيكا بس اللي وقعت. هكذا ينتصر الفريق الاصفر، مش فاكرة للمرة الكام. تعالوا نروح نشوف اللعب اللي عندنا تاني. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. وصلنا لتحدي الكور، كل واحدة طبعاً عارفة هتعمل إيه، صح ولا إيه؟ ماشي يلا بينا، ربنا يستر ونقول مع إيدي بقى. فين قعدة القصر؟ إيد حضرتك ورا حد إيد. أيوه كده، أيوه كده. مش هنستخدم ايدينا خالص. يلا واحد. الله 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 ماشي. واحد هاتوا الكوره. الله برافو. يلا هاتي بسرعه يا جيسيكا. يلا غردقه مش هتنفع دلوقتي خالص. يلا اتنين. الله ماشي اتنين. يا سلام فدائي والله. هات الكوره يا ابني عادي جدا. عندنا بلالين وفرقعه عادي. تعالي يلا يلا ثلاثة. يلا تلاتة. حلو قوي. يلا بينا تلاتة. حلو 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 الكلام ده، لعيبة والله. يلا يلا بسرعة. أربعة. يلا أربعة. يا سلام أربعة. الله يلا هاتوا الكور. برافو جون ضيق قوي. يلا خمسة. ادي بتعملي ايه؟ حلو قوي يا فندم والله، رامز لعيب. خمسة. ايوه يا طارق والله طارق جامد. ستة. كنت هتخشي في نفسك. يلا ستة. ماشي. سبعة. الله 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 الله. سبعة والله برو عرضة حلوة حلوة حلوة. يلا يلا تمانية. برافو. يلا تمانية. الله حلو قوي الكلام ده. تسعة. يلا اخر كورتين. تسعة.
يلا يا هالة، ده يا هالة 9. ماشي، كانت هتخش. اخر كوره، احنا 0-0 لغايه دلوقتي. اخر فرصه في راسه بقى يا هالة. 10. معلش، ايه ده حنينه قوي. يلا يلا. وها قد خسر الفريقين 0-0 تعادل سلبي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. ايوه، سلموا على بعضكم. وصلنا بقى لتحدي الجينجا، وما عنديش اي توقع خالص مين من اسرتين بعشرتي معاهم لغايه دلوقتي في الرحله اللي ممكن يوقع البرج، لان دي اسره هاديه جدا ومتانيه وقاعده بتلعب جينجا اصلا في الغردقه، ودي اسره شكلها عفريته وعارفه اللعبه دي كويس قوي وبيلعبوها ومتدربين عليها. فهنشوف مع بعض، ويلا بينا نبتدي بالاستاذ طارق. اصلا ده اسهل حاجه. اول حاجه لسه في الاول، تلعبوها دايما في البيت؟ ماشي، حلوة قوي. يلا يا استاذ رامز. ايوه، شطارة. يلا شوفها. يا سلام، مهندسة ديكور برضو. ايوه طبعا. لا، الثالثه بتاعتهم. ايوه، يلا يا هالة، ركز يا هالة، عايزه هدوءك اللي طول الحلقه ده حاصل. كله يتركز هنا، ركزي. ما لسه بقول. ايوه كده يا هالة، شكرا، حلوه قوي، برافو يا هالة، مبسوطه قوي فيكي. يلا يا لولو، بيدولها ايه نصايح؟ لا يا لولو، ماشي يا لولو، لولو ايد واحدة يا لولو، ايد واحدة يا لولو، ادوكي نصايح. طيب يلا، مش عارفة انا واثقة فيك ليه يا لولو، حاسة انها مش هتوقعها خالص، حاسة يعني، والله مش عارف، انا حاسه. شفته؟ شكرا لولو، كانت صعبه قوي. يلا يا جوجو، جيسيكا، ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده بقى ده بقى ده؟ ايوه كده، برافو يا جوجو. يلا يا حموزي، استنى ما تمشي عشان ايه، شوف هترجع ازاي. شكرا. يلا يا حمزه، بالراحه كده، وانت ايه مقبل بالراحه. بالراحه. مش عارفه اقول حاجه. ايه رايك تسيب الترابيزه مبدئيا بايديك اللي انت قلتها؟ بالراحه بقى خالص، بالراحه. طب بالراحه خالص دي كده، بالراحه. شكرا حمزه، احنا وصلنا لفين؟ هنك. يلا تعالي يا بيكي، بالراحه فعلا يا بيكي، بقى الموضوع خطر قوي يا عيني يا بنتي. انت هاديه قوي يا بيكي. طب بص بص، شوفي حاجه لوس اكتر. صعبه قوي. ها، هي بتدرس الموضوع. ما هي بتدرس، ما عندها حق، لازم تدرس. بصي 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 كده من هنا، معلش انا مضطره اساعد فيكي. لا بصي من تحت كده، هتلاقي حاجات لوس لوحدها. مثلا مثلا شوفي اللي هي طالعه لوحدها دي، جربي اللي طالعه لوحدها يا فيكي. ايوه بالراحه. يلا فيرونيكا، اهي يا فيرونيكا، اهي طلعتها لك من هنا. بصي اصلا بصي، ما تتخضيش ما تتخضيش، شايفة اللي أنا طلعتها لك دي؟ شديها. شكرا يا فيرونيكا،
شكرا. ما تخضيش، يلا ادي اجري فعلا طارق. وضحت في النص. ماشي، دي اللي كانت بتحاول تطلعها. ماشي رامز. طارم طارم تن 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 والله شاطر، ان شاء الله شاطر، باذن الله شاطر. معلش، ما هي اللعبه كده. برافو جدا، برافو قوي. انت كمهندسه ديكور هتبقى عيبه في حقك والله، هتبقى عيبه في حقك. واحده واحده واحده، عشان انت الباشمهندسه اللي فينا. عيب قوي فعلا. طارم طارم طم 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 طم. والله مش مهندسة. لا احنا صارفين على التعليم جامد. لا صارفين جامد. برافو لولو يا لولو. خلاص ما كده. لا مش عايزة اللي يأس، اللي قادر على التحدي والمواجهة. لا مفيش كده. فين بقى؟ فين بقى يا يلا هنوقعها منين؟ فكرت كده ولا كده؟ يلا يا لول، ممكن ما نوقعها، ممكن ما نوقعهاش، ممكن ليها صرفه شايفاها يعني، بس مش هقول لك عليها، مش انا ساعدت الفريق ده المره اللي فاتت. شاطره والله. لا لا التالته بتاعتي. بس حاسه انت وقعت. قول لي كده وقعت؟ لا لسه. لسه؟ طب هي المفروض دي ما تتحطش صح؟ التالتة بتاعتهم. طب بصي لما تقع قولوا لي عشان مش عايزة اتخض. بصي طيب بصي. أبص؟ طب بص. أيوة دي اللي حطاها وما دخلتش. معلش حاولي بقى تظبط. وقعت ولا لسه؟ هتقع دلوقتي. هتقع؟ إيه عيب قوي يا طارق، كنت طلعتها قوي. أنا تعبت قوي. أنا اتوترت. برافو وحياة ربنا. لا لا مش لا 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 برافو بجد يا عيني يا لولو. انا ثقتي فيك يا عمياء والله. برافو بجد برافو. هتقع ولا ايه؟ لولو لولو هتقع؟ لولو ابن ايه؟ هد البنيه التحتيه. انا واثقه في لولو اصلي، مش عارفه جايباها منين الثقه، بس انا واثقه فيه. ماشي. يا لولو. ايوه انا عاجبني التأني. انت بتلعبي البنت دي بتلعب اللعبه دي. ان شاء الله خير. براحتك، هي كده اصلا اللعب. حريفه والله. ان شاء الله ان شاء الله خير. ايوه يعني. ويحضرني هنا موقف طبعا الفنان نبيل الحلفاوي. طبعا. طبعا ان شاء الله هتنجح بالدقه الرهيبه والله يا لعيبه يا لولو. ان شاء الله خير. تعالي كده بعيد وهاتي حضن. يلا هاي جوجو. لا جيسيكا برضو عندي امل فيها خير والله. بقت ريسكي بس لذيذة. أيوة كده. طارم طارم طارم. معلش
هي كانت صعبة طبعاً يا جيسيكا طبعاً يعني، وكانت متوقعة إنها تقع من دورين فاتوا، بس برافو برافو برافو. تعالوا نروح نشوف هنعمل إيه في التحدي اللي بعده. الفريق الأصفر ينتصر من جديد. عندنا دلوقتي تحدي الجرادر والكور، هنشوف مين من الفريقين اللي هيحافظ على اكبر عدد كور ممكن. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. الله الله عليك، في كوره وقعت هنا. الله الله يا ابني، الله يا استاذ طارق. الله هاتلو. اي كوره ثانيه وقعت. برافو يا ماما، الله يبروف. تمام؟ اه يلا يا مين. ادلو. خلصتي؟ تعالي هنا، تعالوا الاسره بقى كلها كده. يلا يلا هايل. برافو برافو يا حموز. دن دن يلا تعالي يا لينا، تعالوا هنا. نعد بقى فريق لحظه. حضرتك امسكي لي الجردل كده. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 كده. الفريق الأحمر كام؟ 11. يلا الفريق اللي بعده هاتي لي جرد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 كورة واحدة زايدة عند الفريق الأصفر يخليهم يكسبوا برضه في التحدي ده. بس جريت جوب والله الفريقين. برافو 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 برافو. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا. اللعبة الغير متوقعة، فرقعة البالونات، ما بنعرفش ابدا ابدا نتوقع مين اللي هيوصل البالونة الأخيرة، بس احنا دايما جاهزين بنشجع. مش كده ولا ايه؟ يلا بينا ريدي ستيدي على طول جو. يا حمزة. ماشي. ركز. ماشي عادي. الله يا حمزة مكانك، من مكانك. ايه ده؟ الله من مكانك برضو. برافو جدا. يلا خطوة واحدة يا حمزة، خطوة واحدة بالظبط كده. يا سلام على خطوتك، خطوة أقل شوية يا حمزة. يلا يا جيسي. خطوة البرجل ما شاء الله. يا جيسي. ها؟ إيه ده؟ برافو. ركز يا موز. برافو برافو، ركز بس ركز. يلا يا حمزة ركز في بلديك. برافو، خطوة واحدة يا جيسي. يلا حمزة، خطوة أنت كمان؟ بس كده، لا لا لا، خطوة كبيرة قوي دي. يلا. خطوة يا جيسي. برافو يا معلم. يلا يا جيسي. خطوة بقى يا جيسي في نفس مستواه. يلا برافو، خطوة بقى واحدة. خطوة يا حمزة، خطوة يا حمزة واحدة بس. من هنا من هنا من هنا خطوة. نفس المستوى نفس المستوى. مين هيفرع بالونة الزرقاء الأول؟ مين مين؟ حمزة. شفتوا حمزة ولا جيسي؟ بسرعة يا جيسي. يا جيسي بسرعة. حمزة. الفريق الأصفر يضرب. تعالوا من جديد وجديد وجديد، تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه عند البلاي ستيشن. رحلة سعيدة. رحلة جينا بقى للبلاي ستيشن ونشوف البنتين الحلوين اللي معانا هيعملوا ايه في سباق العربيات. بتعرفوا تلعبوا؟ تلعبوا يعني بلاي ستيشن وعربيات وسباق وكده؟ لا هي لسه اول مره. اول مره برضو. وانت ايه؟ اول. طب ربنا يستر. يلا لينا العربيه الصفراء وفيكي العربيه الحمراء. العربيه الصفراء بتتقدم وتاخر التاني. خليكي ماشيه في نص الشارع يا لينا. عارفه لو مشيتي في نص الشارع برافو. خدي بقى دول فيكي نفس الكلام. خدي دول يا فيكي اللي على شمالك، العربيه تقف منك بدري.
فيكي فولي فولي، برافو يا لينا. يا سلام تمكن يا اخواتي، مش اول مره بجد يا لينا. شاطر فيكي، ايوه كده يا فيكي. لينا في اللفه الرابعه ومركز ال 18، بقت في ال 16، برافو برافو، بقت في ال 14 ولسه. فيكي فيكي امشي في الشارع، في نص الشارع يا ماما. اي فيكي لسه في ال 20، بتحاول تمشي في نص الشارع. معلش بنتعلم سواقه. طب ده اه ما خدتيش بنزين فيكي، ما خدتش بنزين وعندها مشاكل بنزين رهيبه. وفي المركز ال 20 لينا في 12 ومفوله، برافو يا لينا. يا سلام يا لينا، يا سلام. الله يا بنتي، يا عيني فيكي اوت اوف فيول. فيكي خلصت بنزين، قلتلك قلتلك لازم تفولي. لينا لسه المركز العاشر وعندها لفتين. فيكي خلصت بنزين للاسف، خسرت. لينا لسه مكمله بس هنشوفها توصل للمركز الكام. برافو برافو، شفتي بابا حمزه بي ايه شجع جامد. برافو يا لينا قوي، فولت شاطره جدا. 8 9 ماشي عادي، هتجيبي هتجيبيه. لسه في المركز التاسع والفاينل لاب، جابته جابته، برافو يا لينا قوي. الله اكبر. في الخامس، معلش معلش كملي. عربيه معلش برافو معلش معلش معلش. في المركز التاسع وبنزين، فولت اهو. ايوه عدي، بقت في الثامن اهو، عدي عدي عدي، بقت في السابع. برافو يا لينا في المركز السابع. لينا خلصت في المركز السابع. فيكي اصلا وقفت بنزين للاسف الشديد. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه في الكونكت فور. وصلنا للكونكت فور وقلقانه شويه، حاسه ان عندي توقعات بما اننا عندنا باسكت بول بلاير، فربنا يستر بقى ويبقى الموضوع فيه حظ هنا شويه. ماشي جاهزين؟ انا مش قصدي حبيتك خالص، بس عايزاكي تضربي وتدخلي الكره ارجوكي. يلا احمر اصفر اصفر يا ابني احمر. ماما اصفر، ماما اللي بتساعد. ماشي مصدراه انت. ها برافو يا ابني. احمر اصفر يا ولد يا ولد على الرميه، الحمد لله حاجاتها ايه. اصفر يلا استنى. ماشي احمر اصفر يا ولد. احمر برافو اصفر يلا احمر اصفر احمر حلو دخلت اصفر. لذيذ قوي ان انتوا بتلعبوا عكس بعض، فاضل لك زلطه وتطلع بره، حاول تقفل عليك. يلا ها احمر، الاصفر عنده فرصه قويه. قفلي عليكي اصلا، وانتي قفلتي عليه، قفلت عليك، برافو. اصفر ها عندك فرصة واحدة هنا. اصفر فرصة التانية بتيجي. احمر يلا حلو حلو، قفلت عليك للمرة التانية. اصفر ها ها احمر اصفر اسرع بقى. الله احمر ها عمالة تقفل عليك بس. اصفر في واحدة هنا، لو جت هتكسب، لو قفلتي عليه مش هيكسب. احمر يلا اهدي اهدي. اصفر احمر حمزة بالراحة. اصفر كله بيلعب على دي. احمر هو الجمهور ساكت ليه؟ بالراحة يا معلم. ماشي اصفر ما جاتش. احمر ده ايه الماتش القوي ده؟ اصفر
احمر، ها اصفر. يلا يا فيرونيكا. ايوه ها. يا برافو، والله برافو، حلوه جدا، حلوه جدا، حلوه جدا. اصفر. لا حلوه جدا جدا جدا، لان بكده يبقى الفريق الاصفر هو برضو طبعا اللي كسب. برافو، بس جريت بلاي والله، برافو برافو. يلا نروح بقى ايه، نشوف هنعمل ايه تاني، هنروح نشوف نعمل ايه تاني عن يحيى وكنوز. بيكوا يا أصحابي، دلوقتي البالونة تاخدنا وتطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن الحجر الرشيد. يلا بينا نشوف. تعرفوا يا أولاد، إمتى المصريين بدأوا يتكلموا اللغة العربية؟ أعتقد بعد الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص. بعدها بنى القائد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وهي أول عاصمة إسلامية لمصر. بنى كمان جامع عمرو بن العاص، وهو أول جامع في مصر. يعني شعب مصر فضل يتكلم اللغة المصرية القديمة لحد ما اتعلم اللغة العربية وبقى بيتكلم بيها. تقريباً كده يا سينو كان بيتكلم هيروغليفي؟ يحيى، الهيروغليفي مش هو اللغة المصرية القديمة خالص. الهيروغليفي خط من الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة المصرية القديمة، زي الخط الهيراطيقي والديموطيقي، زي خط النسخ والرقعة في اللغة العربية كده. فهمتكم. بمناسبة اللغة المصرية القديمة، انت عارف ازاي في عصرنا ده قدرنا نكتشف فك رموزها ونقراها ونعرف أسرار الحضارة المصرية القديمة؟ ده سؤال صعب فعلاً، خصوصاً إن اللغة المصرية القديمة ما بقتش مستخدمة لا في الحياة اليومية ولا في الكتابة. انت كل مره بتحكي لنا حكايه، ايه رايك يا سينو نحكي لك احنا المره دي حكايه جديده؟ حكايه ايه يا كنوز؟ حكايه اكتشاف الحجر العجيب. كان يا مكان في زمن من الازمان، في مدينه رشيد، وبعد وصول الحمله الفرنسيه لمصر، كان ماشي ضابط فرنسي جنب قلعه كبيره، وبالصدفه شاف حجر ضخم مدفون تحت الرمله. فضل يحفر يحفر لحد ما قدر يطلع الحجر الكبير، ولقى مكتوب عليه كتابات شبه الكتابات اللي منقوشة على المعابد المصرية القديمة. سموا الحجر العجيب اللي اكتشفوه حجر رشيد. طيب وبعدين عملوا ايه بالحجر ده؟ قرر نابليون انه ياخده معاه وهو راجع بلده فرنسا، لكن هزيمة جيش نابليون خلت الحجر ينتقل لانجلترا، وهناك كان مركز اهتمام كل علماء اللغات والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة. طيب وايه النقوش اللي كانت مكتوبة على حجر رشيد؟ اكتشفوا نص واحد مكتوب بثلاث خطوط مختلفة، وفضلوا محتارين ومش عارفين يحلوا اللغز، لحد ما جه العالم الفرنسي شامبليون وقدر يميز اللي مكتوب باللغة اليونانية وقارن بينها وبين باقي النقوش على الحجر. فضل يحاول لحد سنة 1822، بعد ما خرج وأعلن العالم كله فك رموز حجر رشيد واكتشاف أسرار اللغة المصرية القديمة. كان ايه بقى النص اللي مكتوب بالثلاث لغات على حجر رشيد وقدر شامبليون يقراه ويفك رموزه؟ كان نص من كهنة المعبد للملك بطلميوس الخامس بيشكروه لانه اعفى المعابد المصرية من دفع الضرائب وقدم لهم خدمات تانية كتير. معقول؟ مجرد صدفة هي اللي تكشف اسرار حضارة بقالها الاف السنين؟ بس ايه رأيك بقى؟ بنعرف نحكي حكايات زيك؟ وانتوا عرفتوا كل المعلومات دي منين يا ولاد انتوا؟ من استاذ عصام، وكان في سؤال في امتحان التاريخ عن فك رموز حجر رشيد. الامتحان؟ احنا نسينا الامتحان يا يحيى، لازم ندخل نذاكر حالا. باي باي بقى يا سينو. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة، قلولي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة! فك رموز حجر رشيد بيعرفنا إن العالم كله كان مهتم بأسرار الحضارة المصرية القديمة. وبكده خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. Thank you.
بقى للمطبخ واحنا من بدري عمالين نلعب وجعانين وعطشانين وحاجات كتيره قوي، صح يا بنات؟ هنفوق بقى ونعمل عصير حلو يدينا كده انرجي وطاقه ويخلينا نبقى مركزين. ايه رايكم؟ ايه رايك يا استاذه؟ نفسي تفوقي، تيجي نعمل عصير كوكتيل؟ ايه رايكم؟ ماشي. ايه رايكم نايمين لي كده ليه؟ ماشي. جبنا اهو الجار بتاعنا اللي بنخلط فيه، هنحط ايه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ تفاح. تفاح، حطي تفاح. ايوه شكرا. هي بقى تحط ده ايه ده؟ كيو. حطي كيو. ايوه كده، حطينا تفاح وكيوي. هاتي معلقه عشان احط سكر. اهو الشمال، الشمال هنا. نحط ايه؟ قد ايه معلقه سكر؟ معلقتين مثلا؟ معلقتين ثلاثه عشان ايه؟ المزازه. واحد اتنين تلاته، فاضل ايه عشان نعمل عصير؟ ميه. ميه، فين الميه؟ ايوه متشكرين قوي، حطيها تحت. نصب الميه بس كده. مين بقى اصلا متعود يعمل حاجات في البيت في المطبخ؟ انت بتعملي ايه يا لينا؟ بساعد ماما. في ايه؟ لما هي بتيجي تعمل حاجه. زي ايه مثلا؟ زي كيكه. كيكه، اوكي. وانت؟ بساعدها لما بيبقى مثلا ماما مثلا بتبقى في المطبخ وبتعمل حاجه، بساعدها تناوليها الحاجه، تديها الحاجه. ماشي. طيب ايه رايكم العصير ده سهل؟ طب هنعمل ايه عشان نساعد ماما بيها؟ هنقول لها ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه عشان نعمل عصير؟ ايه؟ عندنا فاكهه ايه؟ تفاح وكيوي. تفاح وكيوي، ونقطعهم ونقشرهم ونحط ميه وسكر ونقوم متاكدين ان هو مقفول ونشغل البلندر. يلا خلاص. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. امسكي امسكي، خليكي حاطه ماسكه. اقفليه بقى انت. بس كده. جهز في قد ايه؟ ثواني. ممكن ياخد بس دقايق قبلها الوقت اللي احنا نقطع فيه التفاح والكيوي، بس غير كده الموضوع جاهز. وفي كميه فيتامينز مش عاديه، مفيد، لذيذ، فريش، بيدي طاقه، وهندوقه حالا. واللي عايزه سمودي طبعا هيزود تلج عليه زي ما احنا اتعودنا وعرفنا من رحلاتنا اللي فاتت بنعمل ايه عشان يبقى سمودي، صح كده؟ اللي نفسه يحط برضه لبن عادي مع الكيوي والتفاح، بس طبعا مع الكيوي بيفضل الميه بس، ولكن اللي عايزه يبقى مفيد اكتر وبيحب اللبن جدا يحط لبن. ايه رايكم تدوقوه؟ يلا ندوق. حلو العصير اللي انتوا عملتوه؟ حلو قوي قوي يعني؟ وسكره مظبوط؟ بجد؟ طيب حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل اكله ايه، روحوا دوقوهم بقى ايه لماما وطارق. مين بيساعد ماما؟ انا. مين بيعمل ايه في المطبخ؟ احكوا لي. بعمل سندوتشات. مكرونه. بساعد بقى اعمل معاها بسكوت وكيك. بسكوت وكيك، ده ليفل قوي قوي. وانت بتعملي ايه؟ ساعات بغسل المواعين وساعات احب قوي البنات اللي بتغسل المواعين اصلا. ايوه. وساعات بعمل مع ماما الاكل. اوكي. حلو قوي. تعالوا النهارده اعلمكم بقى ازاي نعمل سيزر سالاد. مين بيحب السيزر سالاد؟ تحبها قوي يعني؟ طب بص بقى انا اعلمك بقى تعملها ازاي، تعملها في البيت وتقليهم سيزر سالاد في البيت وما نبقاش بنشتريها من حته تاني. ايه رايك؟ ماشي. ماشي. حضرتك هتبقى بتعمل لي الدريسنج بتاع السلطه بتاعتنا الصوص، وحضرتك هتبقي بتجهزي لي السلطه. انا مجهزه نص الموضوع، احنا جايبين فراخ متشوحه حاطين عليها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وكمون وبهارات، ومتشوحه على النار عادي جدا ومقطعينهم زي ما انتم شايفين كده. عملت انا الخطوه دي اوريدي، هنعمل الباقي. هنجيب ايه؟ البوله بتاعتنا ونحط ايه؟ سيزر سالاد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ خس. طب بتوشوشيني ليه؟ يعني خس، حطي الخس بتاعك. حضرتك بقى هتعمل الدريسنج ده ايه؟ مايونيز. مايونيز، اتفضل امسكه كده اجيب لك معلقه. ماشي. اوكي. حطه كله؟ حط، اتفضل. حطيتي الخس كله؟ حلو قوي، اللي مش عايزينه نحطه تحت. جميل جدا جدا الكلام ده. حطينا الخس ومظبطين الحاجات بتاعتنا. تعالي ساعديني هنا في الدريسنج.
حلو قوي. حطينا ايه؟ مايونيز. نحط شويه توم. ارجوك ممكن؟ ماشي حلو. نحط ايه كمان غير التوم؟ بهارات فراخ. يا سلام يا سلام، حلو قوي الكلام ده. حط بابريكا. ده ايه؟ بابريكا. تقولي في ودني ليه؟ ما تقولي بصوت عالي بابريكا. احترتي ليه؟ الموضوع ما مش محير خالص، لونها احمر. طيب مين يعرف يقولي ايه فوائد البروتين بقى؟ نسينا ليمون. شفت بقى؟ بيكونه؟ بيقوي ايه بقى فينا؟ بما انك رياضي، برافو. العضلات. وبيطول الشعر. ده ايه ده اللي حطيناه حالا؟ ليمون. ليمون، برافو. وبيطول الشعر، برافو. ايه كمان؟ ويخلينا نشيطين. وهيلثي. وهيلثي طبعا بقى، يعني احنا بنعمل سلطه كده، سلطه فيها خضار وفيها ايه كمان؟ مين؟ بروتين. يلا اقعد لحد فيكم. يلا. وبروتين بالظبط، الفراخ. وعملنا كمان ديليشس دريسنج، يبقى خطير. طيب حطينا الخس، ممكن تحط لنا بقى باصابعك الذهبيه دي الفراخ اللي احنا مجهزينها اوريدي. ساعدك نحطيها بمنظر بقى زي ما بيعملوها بقى، عشان نوريهم ان احنا جامدين. ايوه كده كده. عملت دريسنج يا استاذ؟ اه. حلو. الصوص بتاع سيزر سالاد مع الاستاذ حمزه. حطي ده تحتك كده. وجايبين عيش برضو توست ومحمصينه وحاطينه ينشف، وهنحطه كده اهو. لما يشرب بقى الصوص ما اقولكوش. خلصت الصوص يا استاذ؟ اه. طيب مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من نظافه المطبخ. خلصنا الصوص، نحط الصوص بقى، نشوف بقى الحلاوه والطعامه اللي انتوا عملتوها. هتبقى الجبنة. هنحط الجبنه في الاخر، ما قلتلكش ولا ايه؟ يلا شيء بينا. شكرا كده. و مش عايزين دي كمان، خلي الصوص اهو. بس كنت عايزه ايه؟ اتاكد من الصوص افري وير. ونحط بقى، مين هيرش رشه الجبنه بقى الاخيره؟ يلا بينا انتوا الاثنين. يلا رشه جبنه اخيره كده. دي طبعا جبنه بارميجن، ممكن نحط تشادر كتير قوي بس يلا. وممكن نحط اي جبنه بنحبها عندنا، بس دي جبنه بارميجن. ونبقى كده خلصنا سيزر سالاد في اقل من دقايق والله. ندوقها بقى ونشوف عمايل ايدينا عشان نتاكد ان احنا جامدين جدا. وتقولوا لي هتعملوها في البيت ولا لا. يلا نقلب بقى كده عشان ايه كله يجي. ايوه كده كله يطلع، اللي يطلع بقى معاك كله. يلا بالسلطه بقى ايوه. انت ايه؟ ايه ده؟ اليوم. طب ايه ده؟ طب حلو. ايه ده؟ كلنا قربي. ايه الاخبار؟ حلوه قوي. حلوه قوي. ها؟ ديليشس قوي يعني. كنت عارف بتتعمل ازاي؟ اصلا من الاول عملتها كده قبل كده يعني بالطريقه دي؟ بجد؟ طب نايس. حلو قوي. انت كنت عارفه بتتعمل ازاي؟ بجد والله؟ يعني انتوا ما اتعلمتوش حاجه جديده؟ بس كلنا اهم حاجه. طيب المهم انتوا اللي ما كانش عارف بيعملها ازاي، عارف بيعملها ازاي. طعمها خطير، هنقعد نكمل اكل فيها. انه احنا نسمع بقى اغنيه حلوه بس النهارده بقى. قولوا لي اتبسطتوا قد ايه؟ جدا جدا. ها انت مبسوط قوي بالاكل كمان. طب ايه رايكم نكمل احنا اكل ونقول لهم باي باي؟ باي. عايزه اكل تاني انا.